ففيه ردت رؤوس الآل للحفر آل النبي التي حلت دماؤهم في دين قوم جميع الكفر منه بريض جول سفرتهم وابكوا لرجعتهم لا طبت من رجعة كانت ومن سفري وسلهم عن رؤوس الآل هل نشفت دماؤها أم لها التقطير كالمطر وسل أرأس حسين غاب رونق أم نوره مخجل للشمس والقمر واستحكي عن شعرات في كريمته فديت طلعة ذاك الشيب في الشعر بعد إش عندك من سؤال يا شاعر قال وسل عن اللؤلؤ المنظوم في فمي يعني ما تدري لو تبغي تأذينا احنا ندري أسنان مولانا الحسين تكسرت في الشام وسل عن اللؤلؤ المنظوم في فمه لعله بعد قرع غير منتشر يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت وين وين الزيارة احنا حتى مواكب ما عدنا مواتمنا تكسر الخاطر سيدي يا زائري بقعتان أطفالهم ذبحت منها خذوا تربها كحلا إلى البصر ولهفة لبنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر السوى ورمينا بالنفس من فوق النياق على مثلك مثلك ها إذا رحت إلى كربلاء وبس ما تدخل الحرام وتشوف شباك أبا عبد الله الحسين تروح تركض بلي شعور وتلصق صدرك على الشباك رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري فتلك تصرخ وجداه وأبته
وتلك تصرخ ويتمى في الصغر ولو ترى أم كلثوم مناشدة. هذه زينب، ها زينب أم كلثوم لما نزلت في كربلاء والها وتلثم ترب الطاف كالعطر. ايش عندك زينب؟ قالت يا دافن الراس عند الجثة احتفظوا بالله لا تنثروا تربا على قمري، لا تدفن الرأس إلا عند مرقده فإنه روضة الفردوس والزهر. أظن هذا البيت يكسر خاطر المحبين الموالين. رشوا على قبره ما أنف صاحبه، ما شرب ما يا أخوي، معطش بللوا أحشاه بالقطرين. نور عيني سجاد لا تمسح الدم عن أطراف لحيتي. خلوا علي خضاب الشيب والكبر، لا تخرجوا أسهما في جسمه نشبت خوفا يفور دم يطمو على البشر. بعد يا مولاتي قالت لا تدفن الطيف إلا عند والدي فإنه لا يطيق اليوت في الصغر. قامت تدور عن قبر أبو فاضل. سجاد وأنا أخوي أشوف مو ويا القبور. قال عم على المشرع قبره. قالت لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا فالرأس عن جسمه حتى اليدين بري. يا نساء يا أطفال خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة السفرين.